السؤال هنا بيقول لي يقول scientific term ال chemical substance that mediate the communication among the different immune system cells. ايه هي ال chemical substances اللي هي بتنسق عملية الاتصال ما بين ال different immune cells، ما بين السيلز بتاع الايه جهاز المناعة بتاعنا، اللي هي الانترلوكينز. الانترلوكينز طيب بعد كده الكيميكال سبستانس از سيكريتد باي ماست سيلز اند نيوتروفيلز اند كوز ذا ديليشن اوف بلاد فيسلز ات ذا سايت اوف انجوري. هي الكيميكال سبستانس بتطلع من الماست سيل والبيزوفيل، تمام، وبتسبب ديليشن، ارتخاء في البلاد فيسلز في الشرايين والاورده او الكابيلاري البلاد كابيلاريز، وعند المكان بتاع الجرح او الاصابه هو الهيستامين، الايه الهيستامين. تمام، وبكده نكون خلصنا الفيديو ده. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. فيديوهات قصيره هي عشان الناس ما تزهقش. السلام عليكم ورحمه الله.